السنة التجاري أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المحاسبة المالية للصف الثالث شعب التسويق. النهاردة هنكمل مشروع توزيع الأرباح أولاد أنا عايزكم تركزوا معايا في الحلقة دي لأن هقول أفكار كتير ممكن لنا في مشروع توزيع الأرباح أنا عارف أن أنتم مركزين السنة دي وأكيد ذاكرتوا وعارفين كل الخطوات بس عايزكم تجيبوا ورقة وقلم وكشكول وتكتبوا فيه الملحوظات بتاعتي النهارده لأن الملحوظات دي مهمة جدا 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 بعد إذنكم اكتبوها. طيب فاكرين أنتم مشروع توزيع الأرباح؟ اه فاكرينه يا مستر أين عشان دي الحلقة الثانية بتاعته. أيوه مع بعضينا بقى مشروع توزيع الأرباح هفكركم بالخطوات بتاعة مشروع توزيع الأرباح. فاكرين أول حاجة بنبتدي بيها مشروع توزيع الأرباح إيه هي؟ أول حاجة احتياطي قانوني. احتياطي قانوني. ما يقلش عن كام في المية؟ عن خمسة في يا مستر. طب لو جه أربعة أو تلاتة أقول له لأ، احتياطي القانوني لا يقل عن خمسة في المية من صافي أرباح العام. طيب اح... تاني حاجة احتياطي نظام هل ليه نسبة محددة؟ لا حسب ما ينص عليه في الشركة نظام الشركة ممكن يبقى 10 ممكن يبقى 8 ممكن يبقى 5 حسب الشركة يبقى أول حاجة احتياطي قانوني تاني حاجة احتياطي نظام طيب الدفعة الأولى كام في المية يا مستر أيمن؟ الدفعة الأولى للمساهمين والعاملين كام في المية؟ 5% دفعة أولى للمساهمين والعاملين، طب لو قال لي الدفعتين مع بعض 12 أعمل إيه؟ لو قال لي الدفعتين 12، لا أنا سامع بنتي بتقول 6 و6، ما أنا قايل لك الحلقة اللي فاتت، ما ينفعش الدفعة الأولى كام؟ 5%، يبقى لو قال لي 12 الدفعتين، 5 الدفعة الأولى و7 الدفعة الإيه؟ الثانية طب لو قال لي 11 الدفعتين يبقى خمسه 6 لو قال لي تسعه الدفعتين، خمسه واربعه، برافو عليكم. طيب الدفعه بتتوزع ازاي؟ دفعه متاخد منين الاول؟ من راس المال الايه؟ المدفوع. لو في راس مال مصدر وراس مال مدفوع اخد من راس المال الايه؟ المدفوع، وخلي بالكم في الحلقه دي النهارده بقى هنقول شويه افكار حلوه خالص. طيب. تتوزع 90 للمساهمين و10 للعمال. طيب لو لو عايز يدي ازيد بنسميه حصه ايه اضافيه بعد كده مكافاه مجلس الاداره ونصيب حصص تاسيس الحد الاقصى عشرة في المية الاقصى يعني ممكن تبقى 8 ممكن تبقى تسعة ممكن تبقى سبعة لكن ما تزيدش عن كام عن عشرة في 10% طيب برافو دي مكافاه مجلس الاداره ونصيب حصص تاسيس الدفعه الثانيه باقي الدفعه الاولى قلناها او هيديني رقمها جاهز طب لو الدفعه الثانيه طلعت اكبر من الباقي بجيب ارباح العامل ايه الماضي طيب مع بعضينا كده يبقى اول حاجه عملتها احتياطي قانون بعد كده احتياطي نظام بعد كده دفعه اولى للمساهمين والعاملين بعد كده رابع حاجه اصحاب حصص التاسيس بعد كده مكافاه اعضاء مجلس الايه الاداره بعد كده لو عصت ارباح العام الماضي اخدها ما عزتهاش ما خدهاش. الدفعه الثانيه للمساهمين والعاملين اي احتياطيات بقى وخلي بالكم عشان في ناس بتغلط زي ايه احتياطي تجديدات واحتياطي طوارئ ايوه واحتياطي توسعات وبعد كده الفائض يروح على ايه الايه؟ القادم. الاول يا ولاد قبل ما اقول لكم المثال معايا مع بعد اذنكم اقول لكم شويه ملحوظات كده نكتبهم بعد اذنكم بعد اذنكم. اول حاجه يا ولاد صافي الربح يبقى اول ملحوظه اول ملحوظه عندنا صافي الربح اول حاجة صافي الربح صافي الارباح ليه كم اسم يا مستر ايمن قال لي صافي الربح ممكن يتسمى ارباح العام الحالي بنكتب ورايا يبقى صافي الربح ممكن يتسمى ارباح العام الحالي ممكن يتسمى ايه تاني يا مستر ايمن ممكن يتسمى ارباح العام المنتهي ممكن يسميه الارباح الصافية ممكن يسميها ارباح قابلة للتوزيع يبقى صافي الربح ممكن يكون لي اي اسم من دولة يبقى اول ملحوظة صافي الربح ممكن يتعاطب باي اسم من دولة تاني ملحوظة يا ولاد خلي بالكم الملحوظات دي هتبقى سهلة عليكم لما تذاكروها كويس لو قال لي صافي الأرباح تسعمية ألف وفي خسائر من العام الماضي مية يبقى أنت كسبان السنة دي تسعمية ألف في خسائر من العام الماضي كام مية أعمل إيه يا مستر أيمن قال لي لما تيجي توزع اطرح الاتنين من بعض يبقى صافي الارباح اللي هتشتغل بها في التمرين هيبقى ألف تاني لو قال لي صافي الربح 900 وفي خسائر من العام الماضي يبقى تطرح قبل ما تعمل حاجه في المساله خالص يبقى تطرح ال100 من ال900 يبقى صافي الربح كام 800000 دي تاني ملحوظه يبقى اول ملحوظه صافي الربح ممكن يتسمى ارباح العام الحالي ارباح العام المنتهي الارباح الصافيه ارباح قابله للتوزيع طيب تاني ملحوظه ان صافي الربح لو اعطاني رقم واعطاني خسائر من السنه اللي فاتت اطرحهم من بعض. طيب ثالث ملحوظه يا مستر اي الاحتياط القانوني لا يقل عن كام؟ 5% يبقى لو قال لي 4 اقول له غلط، 3 غلط، خمسة صح. طب ينفع 8 9 اه ينفع يبقى احتياطي قانوني الحد الادنى بتاعه لا يقل عن الحد الادنى لما يقول الحد الادنى كام 5% لكن احتياطي نظامي هو اللي هيدوه لي في المساله يا ولاد يبقى ملوش لا حد ادنى ولا حد ايه اقصى يبقى كم ملحوظة لحد دلوقتي ثلاثة صافي الربح ممكن نسميه ارباح العام الحالي او ارباح العام المنتهي أو الأرباح الصافية أو الأرباح القابلة للتوزيع. لو مديني خساير من العام الماضي أطرحها قبل ما أشتغل. طيب احتياطي قانوني مدهلي لي كام في المية لو مش مديني وقال لي الحد الأدنى أكتب كام خمسة. طب مديني تلاتة أربعة أقول له غلط ما يقلش عن كام عن خمسة. طيب رابع ملحوظة يا ولاد. رأس المال بيجي إزاي؟ خلي بالكم معايا في الملحوظة دي حلوة خالص. راس المال هيجي ازاي يا مستر ايمن؟ راس المال لو لو عطيني راس مال مصدر مليون مثلا وهو هو المدفوع اقوله له شكرا. يبقى راس المال المصدر هو هو المدفوع يبقى شكر لكن لو قال لي راس مال مصدر 2 مليون وراس مال مدفوع مليون اخد انه المدفوع برافو عليكم. تاني وأعطيني رأس مال واحد هو هو بس، لكن أعطيني مصدر ومدفوع، آخد إن هو المدفوع. طيب ما ممكن ما ليش بقى جاهز كده يا مستر أيمن، ممكن يقول لي إيه بقى؟ يقول لي رأس المال عبارة عن، عبارة عن، عشرين ألف سهم، القيمة الإسمية مية مدفوع النصف. تاني، ممكن يقول لي ايه؟ 20,000 سهم القيمه اسمية 100 مدفوع النص، لو ضربت عدد الأسهم في القيمة الاسمية بيطلع المصدر، طب أنا عايز المدفوع يبقى أضرب 20,000 في المدفوع النص اللي هو كام؟ 50 يطلع مليون. طيب ممكن يلعب لي فيها تاني؟ اه ممكن يقول لي 100 مدفوع 60 مثلا يبقى اضرب في ال 60 طيب لو قال لي 100 لم يدفع 40 لم يدفع 40 يبقى دافعين كام 60 فاهمينها او قال لي مدفوع النص او لم يدفع النص هي هي يبقى لو عطا طيب لو حب بقى يجيبها لي بطريقه ثالثه لو قال لي 10000ه القيمه الاسميه 50 مدفوعه بالكامل اصدار اول و10000 سهم اصدار تاني قيمة الاسمية 100 مدفوع نصفها اجيب راس المال ازاي يا مستر ايمن كده مديني اصدار اول واصدار تاني يا اولاد يعني اتنين راس مال والاتنين بيكملوا بعض مش راس مال مصدر وراس مال مدفوع لا ده عباره عن راس مال عباره عن اصدارين مع بعض راس مال اصدار اول واصدار تاني يبقى لازم اجيب الاتنين طب اجيبها ازاي؟ اضرب 20,000 في 50. 10,000 في 50 يطلع ب 500,000. و 10,000 في 100 ولا في 50؟ ايوه في 50 يبقى ب 500,000. يبقى راس المال بقى مليون. انا كل ده بقول بقى بقى لكم افكار في راس المال. يبقى عملنا كام فكره لحد دلوقتي يا مستر ايمن؟ اربع فكر. اربع افكار مهمه جدا. تعالوا للفكره رقم خمسه يا وليدي. الفكرة رقم خمسة معايا لو قال لي المساهمين ادي الفكرة رقم خمسة لو قال لي توزع الدفعتين معا 12% يبقى الدفعة الأولى كام؟ خمسة والدفعة الثانية كام؟ سبعة هو حد يقول ستة وستة لأن الدفعة الأولى ثابتة كام في المية خمسة والباقي الدفعة طيب كم بقى للمساهمين وكام للعمال خلي بالكم بقى الثابت لو ما قاليش تسعين للمساهمين و وعشرة للعاملين ده الثابت تسعين للمساهمين وعشرة للايه للعاملين طب افرض عايز يدي خمستاشر للعمال اوزعها ازاي عايز يدي بدل العشرة دي خمستاشر اخد الخمسة من المساهمين يبقى خمسة للمساهمين و10 للعاملين. والخمسه الزياده دي اسميها حصه اضافيه. يبقى امتى اوزع بالطريقه دي وامتى اوزع بالطريقه دي يا ولاد؟ لو ما قاليش وقال توزع حسب القانون يبقى 90% للمساهمين و10 للعمال، ده لو قال لي حسب القانون يبقى 90 و10، طب عايز يدي للعمال ازيد. عايز تديهم كام السنه دي؟ قال لي عايز اديهم 15، قال لي اوعى تديهم ال 15 مره واحده، هياخدوا على كده، امال تعمل ايه؟ تديهم العشرة بتاعتهم والخمسة تسميها حصة ايه اضافية طب هسألكم سؤال وتحلوه معايا افرض عايز يدي عشرين للعمال عشرين للعاملين اعمله ازاي ايوة ادي تمانين للمساهمين وعشرة بس للعاملين والعشرة اللي بعد كده سميها حصة اضافيه يبقى خلي بالكم في الملحوظات اللي انا قلتها مع بعضينا تاني اهو. قلنا صافي الربح ممكن يسميه ايه يا مستر ايمن؟ قال لي ممكن يسميه ارباح العام الحالي. وممكن يسميه ارباح العام المنتهي، وممكن يسميه الارباح الصافيه، وممكن يسميه الارباح القابله للتوزيع. دي اول ملحوظه. انا هسيب الشاشه شويه عشان تكتبوا ورايا. يبقى أول ملحوظة صافي ربح ممكن يسميه كذا اسم. تاني ملحوظة لو مديني خساير من السنة اللي فاتت أطرحها قبل ما أشتغل. يبقى صافي الربح ناقص الخساير بتاعت السنة اللي فاتت. تالت ملحوظة لو ما عطانيش الاحتياط القانوني كام في المية؟ خمسة في المية والدفعة الأولى خمسة في المية. طيب والمكافأة ونصيب حصص التأسيس ما يزيدوش الحد الأقصى عشرة في المية. طيب راس المال لو عطاني مصدر ومدفوع واحد بس هو هو لو عطاني مصدر ومدفوع اشتغل على المدفوع لو مديني عدد اسهم وقيمه اسميه بس في جزء مدفوع اضرب في الجزء المدفوع طب افرض قال لي في جزء لم يدفع يبقى المدفوع بس طب لو مديني اصدار اول واصدار تاني اضربهم في بعض جزء المدفوع واجمعهم على بعض طيب لو قال لي المساهمين هياخدوا عشره المساهمين هياخدوا 90 والعمال ياخدوا كام 10 طب افرض قال لي عايز ادي العمال 15 يبقى 85 و10 و5 طب عايز ادي العمال 20 يبقى 80 و10 و10 اخر ملحوظه اقولها لكم يا اولاد قبل ما تمرين لو الدفعه الثانيه اكبر من الباقي لو الدفعه الثانيه اكبر من الباقي يعني انا محتاج اوزع دفعه ثانيه 200000 والباقي عندي 180000 ما ينفعش اجيب ارباح العام إيه الماضي، يبقى اجمع صافي الربح الباقي يعني زائد ارباح العام الماضي واخد منه الدفعة الثانية. وطول ما انا اخدت ارباح العام الماضي ما ينفعش اخد اي احتياطات ثانية. يبقى يوم عند الاستعانة بارباح العام الماضي ما ينفعش لا يجوز حجز اي احتياطات ثانية. تعالوا بقى مع بعضينا على الشاشة نكتب تمرين ونحله مع بعضينا. بص يا ولاد، بيقول لي ايه بقى؟ شركة مساهمة يتكون رأس مالها من عشرين ألف سهم قيمة اسمية مية مدفوع عنها 60 جنيه اه يبقى لما اجيب رأس المال اضرب ايه يا مستر ايمن عشرين ألف في المية ولا في الستين في الستين برافو رصيد الارباح المرحلة من السنة الماضية 240000 ألف اعمل بقى ايه ارباح العام الماضي ايوه لو الدفعة التانية ما كفتش اخد ارباح العام الماضي ارباح العام الحالي 2 مليون اللي هو صافي الربح ما احنا قلنا صافي الربح يسميه ارباح العام الحالي او اي حاجه توزع الارباح طبقا للقواعد التاليه ايه بقى القواعد التاليه يا مستر اي 5% احتياطي قانوني هو اللي عايز وبعد كده 5% احتياطي نظامي 12% توزع للمساهمين والعاملين دفعه اولى وثانيه يبقى الدفعه الاولى كام والدفعه الثانيه كام ايوه 5 و7 برافو 10% اصحاب حصص تاسيس 10% مكافئة اعضاء مجلس الاداره ترحيل ما يتبقى لارباح حساب احتياطي تسويه الارباح طالب ايه مني يا مستر ايمن بقى طالب مني يا اولاد معايا كده المطلوب عايز اعداد مشروع توزيع الارباح وحساب توزيع الايه الارباح قبل ما حل قبل ما احل خالص لازم اجيب راس المال اللي انا هعمل بيه الدفعه الاولى والدفعه الثانيه. طب يا مستر ايمن اجيب راس المال المصدر ولا راس المال المدفوع؟ لو جبت المصدر والمدفوع انا هستعمل ايه في الدفعه الاولى والثانيه؟ برافو انا سامع ولد شاطر مركز معايا ليك 75 قرش اخر الحلقه. بتاعت ايه بقى؟ راس المال المدفوع برافو يبقى لما نجيب نجيب راس المال الايه المدفوع. تعالوا مع بعضينا بقى اهو على الشاشه. راس المال المصدر اضرب 20,000 في 100 ب 2 مليون 20,000 20 في 100 ب 2 مليون راس المال المصدر 200,000 في 100 ب 20 مليون راس المال المدفوع 200,000 في 60 ب 12 مليون يبقى راس المال المدفوع 12 مليون جنيه ده اللي هجيب منه الدفعه الاولى والدفعه الايه الثانيه اللي هم كام في الميه؟ 12 طيب اوزعها ازاي؟ انا لسه قايل خمسة في المية دفعة أولى والباقي الدفعة الثانية الدفعة الثانية سبعة في المية طيب إذا ما قاليش في التمرين أوزع كام للمساهمين وكام للعمال؟ أيوه أوزع 90 للمساهمين وعشرة 10 للإيه؟ للعمال. تعالوا نحل مع بعضينا مشروع توزيع الأرباح، معايا بقى كده عشان نعرف إن أنتوا شاطرين وهنسطر مع بعضينا مشروع توزيع الإيه؟ الأرباح. يلا. بتحلوا معايا؟ نسطر الجدول. اسم اللي هنحله ايه ده يا ولاد؟ اسم الجدول اللي احنا سطرناه، ايوه مشروع توزيع الارباح. ابتدي مشروع توزيع الارباح. ابتدي يا مستر ايمن براس المال ولا بصافي الربح؟ لا، في ولد مش مركز معايا بيقول لي نبتدي براس المال، ما احنا جايبين راس المال، قلت له لا احنا بنبتدي بصافي الارباح. صافي الارباح، طب ارباح السنه دي ولا ارباح السنه اللي فاتت؟ ارباح السنه دي اللي احنا قلناها اسمها صافي الربح، رصيد ارباح وخسائر، رصيد قايمه الدخل، ايوه ارباح العام المنتهي كانت كام يا مستر ايمن كانت 2 مليون يبقى صافي الربح 2 مليون جنيه يبقى صافي الربح كام يا مستر 2 مليون اهي ماشي اول حاجه ناخدها ايه هي يا مستر ايمن احتياطي قانوني يبقى اول حاجه احتياطي قانوني حد فاكر كان كام في الميه في المساله خمسه في طب لو ما قاليش بكتب انا الحد الادنى اللي هو كام؟ المئة طب لو عطاني ثلاثة أو أربعة وقال لي بيه أخطاء بخليها كام في المية؟ خمسة في المئة برافو عليكم مركزين معايا. يبقى ده اسمه احتياطي قانوني. أجيبه إزاي يا مستر أيمن؟ أضرب صفر الربح، صفر الربح اللي هو كام؟ 2 مليون. في 5 عالمية. هتطلع مئة ألف أحطهم في الخانة دي أهو مئة ألف يبقى أنا عملته إزاي احتياطي قانوني يا ولاد خدت صافي الربح اللي هو 2 مليون ضربته في خمسة على مية شمعنا خمسة هو مديني في المسألة قال لي خمسة لكن لو قال لي الحد الأدنى برضو بحط خمسة لو مديني أقل من خمسة ما ينفعش طيب بعد ما عملت احتياطي قانوني اعمل تاني حاجة احتياطي نظامي هو مديها لي برضو قال لي كم في المية خمسة في المية اقول احتياطي نظام اعملها زيها بالظبط ايوة الولد اللي مركز معايا اجيب اتنين مليون في خمسة على مية تطلع بمية الف بعد كل اتنين احب اجمع أولاد يبقى انا عملت احتياطي قانوني واحتياطي ايه نظام 100 و100 اجمعهم مع بعض يبقى 200000 طيب انا كان عندي صافي ارباح 2 مليون جنيه خدت منه 5% احتياطي قانوني وخدت منه 5% احتياطي نظامه 100 و100 بقى 200 اعمل ايه يا مستر ايمن اطرح 2 مليون ناقص 200، وتملكت اكتب الكبير الاول يا اولاد عشان ما يطلعش عندي بالسالب. وبعد كده اتلخبط. هعوزها بعد كده لما اجي اشتغل في الدفعة الثانية كمان. يبقى 2 مليون ناقص الف. اعملها على الآلة تطلع مليون و الف. أسميها الأرباح الباقية. في بعض إخواتنا المدرسين الأعزاء بيسموها الباقي. صح. يسموها الباقي الاول صح الارباح الباقيه للتوزيع صح يبقى صافي الارباح 2 مليون خدت منه احتياطي قانوني واحتياطي ايه نظامي يبقى الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي خدته منين يا مستر ايمن من صافي الربح طيب جمعت 100 و100 بقوا 200 طرحت 200 من 2 مليون بقوا مليون و800 الف بعد كده بنعمل ايه يا مستر ايمن ايوه الناس اللي مركزه معايا بعمل الدفعه الاولى تالت حاجه الدفعه الاولى ثابته كام في الميه خمسه في الميه دفعه اولى للمساهمين والعاملين منين من راس المال المدفوع فاكرينه احنا جبناه على الشاشه راس المال المدفوع كان 12 مليون جنيه ايوه فاكرينوا جه منين 12 مليون لما ضربت عدد الاسهم في الجزء المدفوع اللي هو كان 200000 في 60 يبقى هناخد 12 مليون بتوع ال 12 مليون راس المال المدفوع في 5 على 100 هتطلع يا اولاد 600000 شايفين ال 600000 اللي طلعت دي مش هحطهم دلوقتي في الجدول امال اعمل ايه هوزعها هو ما قاليش يبقى ادي تسعين في المية لمين وعشرة في المية لمين ايوة اقول تسعين في المية للمساهمين وعشرة في المية للعاملين تاني الحتة دي يا ولاد خمسة في المية دفعة اولى للمساهمين والعاملين خدتهم من رأس المال الايه المدفوع اللي هو كام رأس المال المدفوع اتناشر مليون في خمسة على مية طلعوا ستمية الف ال 600,000 أدي بتوع المساهمين والعمال، هلاقي المساهمين والعمال اتخانقوا. مساهمين يقول لك أنا عايز الفلوس كلها والعمال يقول لك عايزين الفلوس كلها قطعوا بعض. القانون بقى حدد ادي كام للمساهمين؟ 90% للمساهمين و10% للعمال عشان ما ذكرش. طب لو ذكر عايز يدي 15 للعمال، أيوه أدي 85 للمساهمين و10 للعمال و5 حصة إضافية، بس هو ما قالش يبقى ادي كام؟ 90 و10 برافو نرجع للمسألة يبقى انا 600000 في 90 على 100 ايوه و600000 في 10 على 100 هعملها على الآلة يا ولاد تطلع دي 540000 ودي هتطلع 60000 قلنا بعد كل اتنين اعمل ايه يا مستر ايمن اجمع 540 و60 لازم تطلع ال 600,000، بتوعية ال 600,000 اللي هم فوق اهم، يبقى يأكد كلامي في التوزيع هنا صح، إن لازم ال 540 و60 يطلعوا نفس الرقم بتاع 600,000. طيب، أطرح بقى، مليون و800,000 ناقص 600,000 يطلع مليون و200,000 جنيه أسميهم الأرباح الباقية. رقم اتنين يبقى انا خدت احتياطي قانون وخدت احتياطي نظام وخدت الارباح الباقية وخدت الدفعة الاولى وزعتهم تسعين للمساهمين وعشرة للعاملين ارباح باقية بعد الارباح الباقية اعمل ايه ركزوا معايا بقى هعمل عشرة في المية ارباح حصص تأسيس اعملها ازاي يا مستر ايمن اخد الباقي يا ولاد اخد الباقي الباقي اللي هو كام مليون و الف في عشرة على مية يبقى ارباح حصص تأسيس يا مستر ايمن بتتاخد منين من الباقي تطلع مية وعشرين الف طيب هنعمل برضو عشرة في المية مكافأة اعضاء مجلس الاداره بتتاخد منين ايوه الولد المركز معايا برافو عليك من الباقي برضو مليون ومتين الف في عشرة على مية من نفس الباقي يا ولاد مية وعشرين الف قلنا بعد كل اتنين بنعمل ايه بنجمع مية وعشرين ومية وعشرين يا مستر ايمن يعني متين واربعين الف اطرح مليون ومئتين الف ناقص مئتين واربعين الف يديني تسعمية وستين الف جنيه الارباح الباقية يبقى انا خدت ارباح حصص تأسيس والمكافأة خدتهم منين يا مستر ايمن من الباقي جمعت 120 و 120 طلعوا 240 طرحتهم من ال 120 طلعوا 960 انا عايزكم يا اولاد تملي بعد الارباح الباقيه دي تسيبوا سطر يبقى نسيب مسافه هنا هنسيب مسافه ليه يا مستر ايمن عشان لو طلعت الدفعه الثانيه اكبر هنجيب ارباح العام الماضي لو طلعت الدفعه الثانيه اكبر هنجيب ارباح العام الايه الماضي طب لو طلعت اقل خلاص مش هنجيب ارباح العام الماضي طيب انتوا فاكرين الدفعه الثانيه كانت كام في الميه ايوه كانت سبعه في الميه يبقى نكتب سبعه في الميه دفعه تانية للمساهمين والعاملين من راس المال برضو المدفوع راس المال كان اتناشر مليون في سبعه على ميه هتطلع 840 ألف يلا يا ولاد هندي كام للمساهمين وكام للعمال يلا انا هسكت كده عشان انتوا تقولوا هندي كام للمساهمين وكام للعمال هندي 90% للمساهمين برافو زي ما وزعت في الدفعه الاولى اوزع في الدفعه الثانيه و10% للعاملين 840 ألف أنا فين ال 840 ألف أهي اللي طلعت من رأس المال في 90 على 100 هتطلع 756 ألف و 840 ألف في 10 على 100 تطلع 84 ألف أجمع الاتنين مع بعض يا مستر أيمن تطلع 840 ألف ينفع أطرح ولا ما ينفعش ينفع لان أنا عندي في الخزنة 960 ألف طلع اللي انا عايزه كام يا مستر ايمن 840 الف طيب ينفع اطرح قال تطرح تطرح ده من ده يتبقى 120 الف هتسميهم ايه دول بقى ايوه احتياطي تسوية الارباح ده يرحل للعام القادم يعني يفضل عندي في الخزنة للعامل ايه القادم يبقى اللي انا عملته ده يا مستر ايمن اسمه ايه اسمه مشروع توزيع الارباح هل هو كان طالب مشروع توزيع الارباح بس ولا طالب حساب التوزيع على فكره ده في سنه من السنين جاب لي مشروع التوزيع محلول وقال لي اعمل منه حساب توزيع يعني محلول صح اوعى تتلخبطوا اتاكدوا بس ان النسب صح واعملوا منه حساب التوزيع طب لو حبينا نعمل مع بعضنا دلوقتي حساب التوزيع، هنعمله ازاي يا مستر أيمن؟ أهو يا ولاد. هنعمل إيه بقى؟ الجدول التاني، اسمه إيه الجدول التاني؟ أيوه توزيع الأرباح. اهو يا ولاد يبقى الجدول ده اسمه حساب توزيع الارباح هما الاولاني كان اسمه ايه كان اسمه مشروع توزيع الارباح لكن ده اسمه توزيع الارباح طب لو طلب مني التوزيع بس ينفع لا طبعا لازم اعمل مشروع التوزيع طيب حد فاكر ايه اللي بتحط في الجانب الدائن وده الجانب المدين إيه اللي بيتحط في الجانب الدائن ايوه حاجه واحده بس وحاجه تانية لو استعنت بيها ايوه بحط صافي الارباح كان كام صافي الارباح 2 مليون لو خدت ارباح العام الماضي احطها ما خدتهاش ما عملهاش ماشي يا مستر ايمن طيب ايه اللي نحطه بقى هنا يا مستر ايمن حد فاكر يا ولاد ايه اللي نحطه برافو العيال الشاطره اللي مركزه معايا الرجاله والبنات الممتازين بيقولوا لي اهو اول حاجه احتياطي قانون اجيب رقمه منين يا مستر ايمن اهو اهو بصوا يا ولاد احتياطي قانوني كان طالع كام احتياطي قانوني في القطعه؟ 100000 واحتياطي نظامي كان طالع كام؟ 100000 من الحل بتاعي يبقى اروح اعمل كده احتياطي قانوني 100 نعمل التانية احتياطي نظامي 100000 طيب في بعد كده الدفعه الاولى والدفعه الثانيه بس في الدفعه الاولى والدفعه الثانيه ركزوا معايا بقى اولاد المساهمين خدوا فلوس في الدفعه الاولى وخدوا فلوس في الدفعه الثانيه يبقى خلي بالكم المفروض احط المبلغ بتاع الدفعه الاولى والدفعه الثانيه بس هلاقي المساهمين خدوا فلوس في الدفعه الاولى وخدوا فلوس ثاني في الدفعه الثانيه فبدل ما اكتب رقمين للمساهمين بجمع اللي خدوه في الدفعه الاولى مع اللي خدوه في الدفعه الثانيه والعمال هياخدوا كام في الدفعه الاولى وهياخدوا كام في الدفعه الثانيه يبقى لما بعمل حساب التوزيع ما بحطش رقم المساهمين كل رقم لوحده بجمع المساهمين مع بعض والعمال مع بعض تعالوا مع بعضين المساهمين ارباح المساهمين خدوا كم في الدفعة الاولى ايوة خدوا في الدفعة الاولى واربعين الف معايا اهو بكتب لكم اهو وخدوا كم في الدفعة الثانية وخمسين الف منين ال 540 الف دول يا مستر ايمن اهم يا ولاد اهم 540 الف بتوع الدفعه الاولى وهم ال 756 الف بتوع الدفعه الايه الثانيه طيب والعمال والعمال خدوا هنا كام 60 وخدوا هنا كام 84 يبقى هنجمع العاملين مع بعض يبقى هنا وادي العاملين العاملين لكم كام يا عمال قال لي ليا ستين ألف في الدفعة الأولى ولينا أربعة ألف في الدفعة الثانية يبقى نجمع دول مع بعض يطلعوا مليون ميتين ستة وتسعين ألف وانتوا هنا مية أربعة واربعين ألف يبقى أنا جمعت يا ولاد جمعت اللي خدوه المساهمين في الدفعة الأولى مع الدفعة الثانية والعمال اللي خدوه في الدفعة الأولى الدفعة الثانية طب افرض فيه حصة إضافية أكتب حصة إضافية وأجمع اللي خدوه في الدفعة الأولى مع الدفعة الإيه؟ الثانية. طيب فاضل إيه بقى؟ فاضل مكافأة مجلس الإدارة ونصيب حصص التأسيس أروح كاتب كده أرباح حصص التأسيس ومكافأة مجلس الإدارة أشوفهم في التمرين ده كام وده كام أهو ده خد 120 وده خد كام 120 احط 120 و 120 فاضل ايه بقى فاضل احتياطي تسويه الارباح اللي هو يرحل للعام القادم كان بكام برضو ب 120 لازم اتاكد مسالتي صح ولا غلط يا مستر ايمن اعملي اجمع يا اولاد الجانب المدين والجانب الداي هيطلع دوت 2 مليون قد الجانب الدائن 2 مليون طب لو ما طلعش الاثنين قد بعض يبقى انا يا اما وزعت غلط يا اما جمعت غلط بتاع المساهمين او العمال او نسيت احط حاجه في الجدول يبقى اركز كده وانا بنقل من مشروع التوزيع لحساب الايه التوزيع تعالوا مع بعضينا برافو عليكم انا شايف بنات شطره ممتازه بتكتب ورايا كل خطوه وكل ملحوظه فالموضوع بيبقى معايا سهل يبقى انا بعمل مشروع التوزيع وخلي بالكم ده بيبقى السؤال رقم اتنين في الامتحان وانا مش عايزكم عشان الامتحان بس انا عايزكم عشان انتوا تبقوا مبسوطين وانتوا بتحلوا بايديكم يبقى عرفت السؤال اسمه مشروع توزيع الارباح وحساب توزيع الارباح رحت سطرت جدول ابتديت بصفر الربح بس قبل ما ابتدي اكون مجهز راس المال بره ليه مجهز راس المال عشان اعوزه في الدفعه الاولى والدفعه الايه الثانيه وبعد ما عملت صافي الربح خدت منه احتياطي قانوني واحتياطي نظامي وبعد كده خدت الدفعه الاولى وزعتها 90 للمساهمين و10 للايه للعمال ايوه وبعد كده خدت مكافاه مجلس الاداره ونصيب حص تاسيس الحد الاقصى كام 10% وبعد كده خدت الدفعه الثانيه ولو ما خفتش خدت الايه الباقي تعالوا نعمل تمرين تاني مع بعضينا بقى اولاد تدريب اتنين بيقول لي ايه شركة مساهمة يتكون رأس مالها من خمسين الف سهم مدفوع خمسين الف سهم قيمة اسمية مية جنيه مدفوع منها تمانين يبقى رأس المال عبارة عن خمسين ألف سهم القيمة الإسمية كام؟ 100 مدفوع منها 80 يبقى لما اجيب راس المال يا مستر ايمن هجيب راس المال ازاي هضرب اف ايه اضرب ال 50000 في 100 ده يطلع المصدر طيب 50000 في 80 هيطلع 4 مليون جنيه ده راس مال المدفوع هو ده اللي اشتغل بيه طب هقول لكم فكره وركزوا معايا لو قال لي القيمه الاسميه 100 وهناك القسط الاخير ب 20 لم يطلب بعد او لم يسدد بعد قسط ب 20 ما اتسددش وما اتطلبش يبقى القيمه الاسميه 100 فيها قسط اخير ب 20 لم يسدد يعني ما اتدفعش يبقى اتدفع كام؟ 80 يبقى خلي بالكم في الفكره دي ممكن يقول لي 50,000 سهم القيمه الاسميه 100 مدفوع 80 يبقى اضرب 50,000 في ال 80 شكرا لكن ممكن يقول لي القيمه الاسميه 100 ما اتدفعش منها 20 يبقى بيديني اللي ما اتدفعش بس انا عايز اجيب اللي اتدفع يبقى 100 ما اتدفعش منها 20 يبقى اتدفع كام 80 يبقى هو دوت نرجع للمساله راس مالها 50000 سهم القيمه الاسميه 100 مدفوع منها 80 حققت ارباح العام الحالي مليون جنيه خلي بالكم كاتبها بالعربي عشان في اولاد كده بيبقوا سرحانين يدور على الرقم ما يلاقوهش نقرا كويس أرباح العام الحالي مليون جنيه، أنا عايزكم حتى تصوروا الشاشة عشان وانتم بتحلوا معايا التمرين يا ولاد. أو تلحقوا تكتبوه. أرباح العام الماضي 400,000، بيكتب لي إيه أرباح العام الماضي؟ أيوه عشان لو الفلوس ما كفتش أستعين بأرباح العام الماضي. توزع الأرباح طبقا للقواعد الآتية. 10% احتياطي قانوني ينفع؟ أه ينفع بدل أزيد من 5 ينفع. 5% احتياطي نظام. 20% توزع للمساهمين والعاملين دفعة أولى والتانية يبقى كم دفعة أولى وكم دفعة تانية أيوة 5% دفعة أولى والباقي دفعة تانية 10% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و10% أصحاب حصص تأسيس في ولد بيسألني هو ممكن أعمل التأسيس قبل المكافأة والمكافأة قبل التأسيس ما فيش فرق يا أولاد عندنا ليه لأن الاتنين بيتاخدوا من نفس الباقي لكن ان شاء الله باذن الله لما كلكم تخشوا جامعه هتختلف شويه ترحل ما تبقى من ارباح لحساب احتياطي تسويه الايه الارباح طالب مني ايه بقى يا اولاد طالب مشروع توزيع الارباح تصوير حساب توزيع الارباح علما بان الجمعيه العموميه وافقت على اقتراح مجلس الايه الاداره قبل ما نحل لازم نعمل التمهيد نجيب ايه نجيب راس المال برافو قبل ما نحل نجيب راس المال اللي هنعمل بيه الدفعة الأولى والدفعة الثانية يبقى قبل ما نحل خالص نعمل تمهيد للحل نعمل إيه؟ نجيب رأس المال نضرب عدد الأسهم في القيمة الإسمية طب فيها جزء مدفوع يبقى أضرب في الجزء المدفوع يبقى جبت رأس المال حطته على جنب اللي هجيب منه الدفعة الأولى والدفعة الثانية برافو وبعد كده أشوف الدفعة الأولى كام والدفعة الثانية كام هو قال لي 20% الدفعتين اوعى حد يقول لي 10 و10 قلنا الدفعة الأولى كام؟ خمسة في المية برافو عليكم يبقى الباقي الدفعة الثانية هم عشرين يبقى خمسة وخمستاش طيب أسيب سطر فني حتة في التمرين أيوة قبل الدفعة الثانية ليه؟ لأن لو الدفعة الثانية أكبر هجيب أرباح العامل إيه؟ الماضي تعالوا نعمل تمهيد الحل رأس المال المدفوع خمسين ألف سهم القيمة الإسمية كام؟ تمانين يبقى القيمة الاسميه 100 بس مدفوع منها كام؟ 80 يبقى 50,000 في 80 بيطلع ب 4 مليون ده اللي بجيب منه الدفعه الاولى والدفعه الثانيه طب توزع الدفعتين بقى 20 قد كام دفعه اولى ودفعه ثانيه؟ ايوه 15 دفعه اولى و5 دفعه اولى و15 دفعة, دفعه ايه ثانيه تعالى نحل مع بعض يا ولاد ادي مشروع توزيع الارباح قال لي صافي الربح مليون جنيه صافي الربح مليون اول حاجه اخدها منه احتياطي قانوني كان قايل لي 10% احتياطي قانوني يبقى مليون في 10 على 100 على الاله تطلع 100000 يبقى انا باخد صافي الربح اللي هو المليون في 10 على 100 تطلع 100000 بعد كده 5% احتياطي نظام اجيب المليون اللي هو صافي الربح في 5 على 100 تطلع 50000 اعمل ايه يا مستر ايمن اجمع 100 زائد 50 على الآلة يبقى 150 الف اعمل ايه بعد كده اجيب المليون اللي هي صافي الربح اطرح 150 الف منها مليون ناقص 150 يبقى اكتب الكبير الاول مليون ناقص 150 يطلع الارباح الباقية او الباقي 850 الف بعد كده اوزع الدفعة الاولى قلنا الدفعة الاولى كام في المية خمسة في المية دفعة اولى للمساهمين والعاملين منين من رأس المال المدفوع رأس يبقى بنضرب في رأس المال المدفوع اربعة مليون في خمسة على مية تطلع ميتين الف مش هحطهم دلوقتي في الجدول عشان كده عاملهم لكم باللون الاسود ادي كم للمساهمين وكم للعمال ممتازة بنت ممتازة ليكي جنيه هتاخدي جنيه اخر الحلقة ركزي معايا كده عشان ان شاء الله تطلع بفلوس كتير يبقى 2 مليون في 90 على 100 تطلع بكام؟ ب 180 الف يبقى 200 الف في 90% في المية تطلع 180 الف وال 200 الف دي جت منين يا مستر ايمن 200 الف؟ الناس ركزت في الجنيه ونسيت المسألة 4 مليون في 5 على 100 طلعت ب 200 الف يا اولاد 200 الف في 90 على 100 طلعت ب 180 و200,000 في 10 على 100 طلعت ب 20 يبقى 180 و20 طلعت ال 200,000 لازم نطلع نفس الرقم ده اطرح بقى الارباح الباقيه كانت 850 ناقص 200 طلعت بكام؟ ب 650,000 اسمها الارباح الايه؟ الباقيه برافو بعد كده اخد الباقي اللي هو 650,000 في 10 على 100 بتاعت مكافأة مجلس الإدارة طلعت 65,000 طلع نفس الرقم بس ناقص صفر و 650,000 في 10 على 100 طلعت برضه ب 65,000 أجمع 65 زائد 65 يطلع 130,000 أطرحهم من ال 650,000 يطلع 520,000 الباقي أسيب سطر يا مستر أيمن اسيب سطر ليا ولاد عشان لما اجي اعمل الدفعه الثانيه شايفين طلع 520000 لما اجي اعمل الدفعه الثانيه هتطلع 600000 هينفع اطرح 600000 من 520000 ولاد مش هينفع مش هينفع اطرح 600000 من 520000 امال اعمل ايه اجيب ارباح العام الماضي اللي هي ال 400000 اجمعهم مع ال 520 يطلعوا 920 اطرح منها ال 600 هقول لكم بس خلي بالكم معايا كده ركزوا معايا انا ما عنديش في الخزنه الا 520000 ما عنديش في الخزنه الا 520000 جيت ادي المساهمين والعمال عايز اديهم 600000 اكتر من اللي في الخزنه اعمل ايه اروح فاتح الخزنه جايب ارباح السنه اللي فاتت كنت شايل ارباح, أرباح السنه اللي فاتت 400000 اخدهم احطهم في الخزنه مع ال 520 يطلعوا 920 اقدر ادي بقى للمساهمين والعمال 600000 ألف يا اقدر يبقى انا حطيت معاهم ال 400000 بقوا 920 اديهم ال ألف هيتبقى عندي كام 320000 طيب لو كان عايز يعمل احتياطات تجديدات وتوسعات بعد ما اخد ارباح العام الماضي ينفع ما ينفعش لان لما بستعين بارباح العام الماضي القانون قال لي لا يجوز حجز اي احتياطات عند الاستعانه بارباح العام الماضي نرجع بقى المسألة. يبقى الارباح الب... العام الم... الباقيه 520000 وجيت اعمل الدفعه الثانيه 15% من راس المال المدفوع راس المال المدفوع 4 مليون في 15% عالمية طلعوا 600000 قد كام للمساهمين وكام للعمال 90% للمساهمين و10% لمين للعاملين ال 600000 في 90 على 100 ب 540000 الف. و600000 في 10 على 100 طلعت بكام ب 60000 540 و60 طلعوا 600000 ينفع اطرح 600000 من 520000 لا فانا جبت ارباح العامل ايه الماضي جمعتهم اي الحاجه الوحيده اللي بتتجمع في الخانه دي ارباح العامل الماضي ب 520000 زائد 400 بقت 920000 ناقص 600000 الباقي يرحل للاحتياط للعام القادم اسمه احتياط تسوية الارباح ب 920000 تعال نعمل الجدول الثاني ايه هو الجدول الثاني اسمه حساب توزيع الارباح اسمه حساب توزيع الايه يا اولاد الارباح هنحط حاجتين هنا ايه هما؟ هم أرباح العام الحالي اللي هي المليون وأرباح العام الماضي، حطيتها ليه المرة دي يا مستر أيمن؟ عشان أنا خدتها يا ولاد، فأنا استعنت بيها، إيه يبقى أنا حطيت في الجانب الشمال حاجتين، صافي الربح وعشان استعنت بأرباح الماضي حطيتها ب 400 ألف. الناحية التانية، هجيب من التمرين بقى احتياطي قانوني كام ب 100 ألف. احتياطي نظامي كام ب 50,000. ارباح المساهمين اجمع اللي خدوه في الدفعه الاولى مع اللي خدوه في الدفعه الثانيه 180 الف في الدفعه الاولى و540 الف في الدفعه الثانيه بقى 720 الف انا عارف ان في طلبه كاتبه ورايا وبتحل فبتعرف تنقل طيب اللي ما لحقش يكتب يعمل ايه بقى لما يشوف الحلقه في التلفزيون يكتب كل حاجه ورا 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 ورايا طيب اذا ما شافش يعمل ايه بتتعادل حلقة على اليوتيوب كتير موجودة على اليوتيوب يعمل إيه؟ يوقف وينق... وينقل الأرقام ويحل بإيده يا ولاد ما تسمعوش بودانكم بس لازم وأنت بت... بتذاكر المحاسبة تعمل إيه؟ تكتب بإيدك يعني تنقل الأرقام وتكتبها يبقى مع بعضينا حطينا احتياطي قانوني واحتياطي إيه؟ نظامي وجمعت أرباح المساهمين الف مع 540000 بقت الف وأرباح العاملين 20000 زائد 60000 بقوا كام 80000 وارباح حصص التاسيس 65000 والمكافاه 65000 واحتياطي تسويه الارباح اللي هو اخر رقم اللي هو يرحل للعام القادم 320000 لما اجمع دول لازم يطلعوا مليون و400000 والناحيه الثانيه لازم يطلعوا مليون و400 الف تعالوا نكتب مع بعضينا تدريب ثلاثة ولو فاض معانا وقت نقعد نحل مع بعضينا فيه طيب بيقول لي ايه بقى في التدريب ده يا مستر ايمن شركه مساهمه راس مالها المصدر والمدفوع 3 مليون جنيه يبقى هو مديه اهو عباره عن 60000 سهم القيمه الاسميه 50 طيب عشان وقت الحلقه يا اولاد اكتبوا ورايا المساله وحلوها وابعتوها لي على صفحه البرنامج بس اكتبوا المساله انا هقرا المساله وانتوا اكتبوها معايا شركة مساهمة رأس مالها المصدر والمدفوع 3 مليون رأس المال بنجيب منه الدفعة الأولى والدفعة الإيه الثانية عبارة عن 60 ألف سهم القيمة الإسمية 50 لو ضربت ال 60 ألف في 50 هتطلع 3 مليون جنيه حققت أرباح صافية 800 ألف هو ده اللي هنبتدي بيه المسألة اللي هو صافي الربح وأرباح العام الماضي 100 ألف عامل بقى إيه أرباح العام الماضي لو ما كفتش أيوه لو ما كفتش الباقي بتاع الدفعة الثانية اخد ارباح العام الماضي احتياطي قانوني ومكافأة مجلس الادارة والدفعة الاولى حسب النسبة التي نص عليها القانون معلش خلي بالكم معايا بقى احتياطي قانوني والمكافأة والدفعة الاولى حسب النسبة التي نص عليها القانون ايه بقى الاحتياط القانوني كم في المية النسب اللي قال عليها القانون خمسة طب والدفعة الاولى للمساهمين والعاملين اللي قال عليها القانون كام في المية خمسة في المية طيب ومكافأة مجلس الإدارة الحد الأقصى اللي قال عليه القانون عشرة في المية عشان هو مش مديني النسب يبقى لو قال لي باللغة العربية حسب النسب التي نص عليها القانون أقول الخمسة في المية وخمسة في المية وعشرة في المية. طيب بعد كده احتياطي نظامي كام في الميه 10% الدفعه الثانيه كام 8% دفعه ثانيه 10% ارباح حصص تاسيس 30% 30000 جنيه احتياطي طوارئ لو ما خدتش ارباح العام الماضي حط 30 ال 30000 جنيه زي ما هي احتياطي طوارئ والباقي رحل للعام القادم المطلوب مشروع توزيع الايه الارباح انا كده خلصت معاكم مشروع توزيع الارباح انا بشكركم ان انتم بتحلوا بايدكم ورايا وبشكركم على انتباهكم انا واثق ان انتوا السؤال الاول والتاني خلاص اتقنتوه وبقيت كويس ان شاء الله من الحلقات الجاية هنبتدي في باب السندات وفايدة السندات انا بشكركم على انتباهكم وبشكر قطاع التعليم الفني ومستشار المادة وبشكر كل القائمين على التعليم اللي بيوفروا لنا قنوات نتعلم منها كما بشكر قطاع التلفزيون رئيسة القناة والمخرجين وكل العاملين في التلفزيون اللي بيطلعوا لنا الحلقه بشكل مميز وجميل عشان انتوا تستفادوا منها انا بشكركم والتقم بكم في حلقه قادمه والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته